برنامج جديد وحلقه جديده، وانتم عارفين يا جماعه ان اكثر واحد اخر فتره يفتح مطاعم منه سيد. فاليوم باذن الله راح يكون عندنا لعبه نفتح فيها بعض مطعم، فاحنا قاعد نجرب عن الالعاب اللي من هذا النوع ونشوف شنو احلى الالعاب اللي ممكن ايضا انكم تجربونها. يعني هي فرصه لكم بعد يا جماعه. المهم هذا انا حاليا موجود، فنقدر نحن نتحرك بالطريقه هذه. انا اعتقد اني لازم اجي. طبعا قبل يبون يعلموني على تنظيف الصحون. دقيقه، احنا اول شيء خلينا نتعلم ان احنا نحط الاكل مع اللي اتوقع ان الحين جابونا لمكان بالطريقه هذه عشان بس نتعلم. ودقيقه، يعني مو انا شكلي يا جماعه جاي اشتغل في المطعم هذا، مو انا اللي صاحب المطعم نفسه شكلي. المهم اما سويت الاشياء هذه، نروح ناخذ اشياء، ناخذ الفلوس وناخذ التنظيف. اوكي، احنا عارفين الالعاب احنا يكون عندنا اداره المكان كامل. هالمره لا، هالمره انا قاعد انا اشتغل في المكان، مو انا اللي ادير حاليا يعني اللي باين. اوكي، فخلنا نشوف مع بعض باللي بيصير. طبعا يمكن كبدايه الحين بهالطريقه، تالي بعدين يخلونا نبدا البدايه الحقيقيه وهي بدايه الشغل الكامل. فالحين ضفنا هذه، نجي اللي بعدها هم نضيفها، ضفنا طاولتين في الوقت الحالي. فالحين راح يكون عندنا كميه طاولات اكبر، فالناس اكيد راح يجون بشكل اكبر واكبر واكبر واكثر من السابق. تمام، جيب هذيله، خلاص سوي الحين لبي صح، حطهم في هالمكان، الناس بدأ يجون الحين. بس انا اعتقد اني محتاج اجمع فلوس. فعدينا اذا اول شيء، تمام عدينا اول شيء خلصنا. الحين في عندي اضافات ممكن اضيفها، ممكن اني ازيد سرعتي. شكلي بزيد سرعتي هالمره سيد، ليش بنشوف الحين، ممكن نستفيد من هذا الموضوع. ناخذ الفلوس هاي كلها ان شاء الله تفيدنا. نيكست اللي بعده، بعد ما خلصنا من الشيء اللي قبل شوي كالعاده انا طبعا انظف اشيل الصحون كامل. هذا الماكس، شفتوا عشان شيء لازم احاول اطور نفسي ايضا من اشياء ثانيه. حط هذيله في هالمكان، تعال يا سيد. لازم احط فلوس عشان نطور هذه وتكون صاروخ معانا. نحط هذيله، نرجع نشيل الفلوس، ما شاء الله الفلوس مرميه في كل مكان. وحط فلوسك هني عشان تسوي تكبير للمكان. كبر المكان حبه واحده اضافيه راح يفيدنا الشيء، ونقدر نجي هني. اوكي، ناخذ الفلوس اللي في هالمكان. طبعا هني الناس عباره عن انه راح يحطون لنا بقشيش، عارف يا جماعه، فبيعطونا بيخلونا له هناك، ونقدر انا اقدر اشيله واستخدمه ببساطه يعني. ف الحين المبلغ اللي عندي اتوقع انه على كيفي اسوي اللي ابي، بس لازم انظف الطاولات عشان الناس يجون. فهاي واحده من الخطوات اللي انا سويتهم الحين، نظفت الطاولات، نحط هذيلا كلهم هني، نجيب الصحون الجاهزين، خليهم في المكان، معاي مبلغ جيد تقريبا، نشيل الصحون ونشيلهم الفلوس، 180. هل أنا الحين من مهماتي إني أبني المكان أكثر؟ بعدني مو متأكد، بس أتوقع ممكن إيه. لا هي خلها على جنب، خلنا نجي، ناخذ الفلوس، ناخذ كل شيء موجود هني، ولفلنا على طول يا جماعة على الليفل اللي بعده، حبة حبة قاعد نلفل. اوكي، اطور هاي التطويره. تمام، هات فلوسي يا حبيبي، ويلا خلينا نكمل يا جماعه. افتتحنا الحين المكان اللي بعده، نقدر نجي بالطريقه هذه. ومفروض ان احنا بنينا منطقه. دقيقه، هني تطويراتي اقدر اطور على راحتي الحين اللي ابي. اوكي، فطورت اموري الحين كامل تقريبا للافضل. تمام، تعال هني، حط هذا، جيب الجدد، خلنا اجي خليهم في المكان. اوكي، هاش ايش راح يسوي؟ جيب يا حبيبي، يصير، اتوقع اني اخذت الفلوس، بس دقيقة قبل أي شيء، خلنا نحاول أطور التطويرة هذه، طورناها، من بعد ما طورنا التطويرة هاي تقريبا خسرنا فلوس كثيرة بس ما عليه عادي. أوه ماي جاد، المبلغ طلعنا مبلغ فلكي يا جماعة، مبلغ فلكي. هذا نام، هذا الحبيب نام. حط هذيلا، هات هذيلا كلهم، لازم نشيل الصحون وديهم مكانهم. يا الجماعة ما عندهم صحون كانوا قبل شوي، شلنا لهم الصحون عشان يروحون يقدرون يأكلون على راحتهم. بعدها نجي نشيل الفلوس هي كلها. شوفوا أنا الحين معاي فلوس صح، هي واحدة ثنتين صح يا سيد اللي قاعد اسوي، يمكن ما ادري. المهم خلاص سوينا هذه، الحين راح يكون عندنا كميه ناس مو طبيعيين. اوكي، بس انا اتوقع اني لازم احاول على السريع اشيل هذيله في اسرع وقت، واحاول اخليهم هني عشان الناس ياخذون البيتزا حقتهم. يلا نجي
تشيل الصحون القديمة كامل، ناخذ الفلوس الجدد كلهم كفو، وبعدها نروح ننظف الصحون اللي موجودين. حلو حلو. سو خلنا نحاول ناخذ الحين ذيلا كلهم نحطهم هني حق الناس، ايه، ونرجع مرة ثانية نشيل كل الصحون المتوسخين، اجيب الفلوس. اوكي صار عندي مبلغ كبير، صراحة الموضوع يحير، ما ادري ايش اطور ايش اخلي. فشكلي بجي هني وبطور هذه بحيث انها تكون اسرع واسرع واسرع، وتشيل اشياء اتوقع اكثر. اظن بالطريقة هاي بتكون اسرع لنا. حلو حلو، شيل الصحون كلهم، هات الفلوس، يلا يلا شيل 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 شيل. انا ماكس، معناته انه يبي لي اطور من نفسي. عندي 600، عندي 600، اتوقع انه يبي لي اطور من نفسي واكون اسرع من اللي انا فيه الحين. خلنا اجي للحبيب، السلام عليكم. اوكي طور دقيقه، في عندنا هني مهام، هاي المهام اليوميه اقدر اخذهم. جيب هذه، ايش لازم اسوي؟ ما اقدر اضغط للاسف، صار مو كل مره راح تجينا هذه. اوكي ما ضغطت معي، ما علينا، نرجع هني. اوه خلصنا، خلصنا الليفل، نقدر نقول ان احنا طورنا من نفسنا زياده. اوكي ف طورت اكثر، انا ما كان المفروض اطور بسرعه احس، بس مو مشكله عادي، اشوف تالي ايش اقدر اسوي. المهم الحين اقدر اجي هني ونوظف لنا احد. اوكي يلا خلينا نشوف الحين ايش نقدر نسوي. خلينا نحاول نشيل الاشياء، دقيقه خلينا نحاول نشيلهم مع الفلوس. كفو، ما في صحون، ما في صحون يا سيد. دقيقه، طبعا اللي وظفته المفروض انه هو بنفسه الحين يجي ويجيب صحون للناس، راح يشتغل نفس الشغلات اللي انا اشتغلها بالضبط، نفس الفكره. هذا خلنا نطور هذه تطوير إضافية، أبيها تكون أسرع، وبعد يبي لنا هذه، هي شكلها أقوى، ياب هذيك أقوى شوي، بس بنشوف إن شاء الله شغلها. الحين خلنا نحاول أجي أشيل شيل شيل، ما أقدر أشيل كامل، معليش معليش، دقيقة تعال هالمكان، خذ فلوسك وحرك على طول لمكان التنظيف الجديد. لا دقيقة بشوف الهاي الجديدة شو وضعها، وفرة سريعة يعني ما تشيل الواجد. ايوه ايوه، المهم هاي المفروض انا خلاص انتهيت منها، موضوع ان انا اجيبهم بنفسي الحين. الموظف احد المفروض هو اللي يشتغل بنفسه، هو اللي يضبط الامور، انا بس اتوقع اني اخذهم واوديهم للتغسيل، هذا الشيء الوحيد اللي الحين صار علي يعني الموضوع. نسوي هذا ونسوي الثاني اتوقع، بس ما يحتاج الثاني. فاعطوني رايكم حاليا في اللعبه، انا احس اللعبه جدا حلوه، انا يعجبني هذا النوع من الالعاب اللي ناخذ وقت ونمشي حبه حبه ونطور محلنا لين يصير اقوى شيء. من عجبكم المقطع زر اللايك والاشتراك، ونشوفكم على خير ان شاء الله مقاطع اخرى، مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.